ما شاء الله يا سعيد، إذا كل فنجان قهوة يبالغ 5 معالق سكر، ليه ما تستخدم بدائل السكر؟ ها؟ هاي البدائل أو المحليات منخفضة في السعرات الحرارية وما ترفع مستويات السكر في الدم، ومذاقها في الأكل والشرب نفس السكر. وعام 2009 أوصت الجمعية الأمريكية لأمراض القلب ألا يتجاوز استهلاك الرجال عن 38 جرام من السكر يومياً والنساء 25 جرام. ولكن تخيل مثلا في امريكا انه كل شخص يتناول بالمعدل 80 كيلو من السكر المضاف في الاطعمه. ما تنصدم يا سعيد، الحين عاداتنا الغذائيه صارت وايد مشابهه لعاداتهم الغذائيه. وبعد معدلاتنا بعد قريبه من معدلاتهم. من البدائل الشهيره السكرين، السوربيتول، السكرالوز والاسبرتام، والموضه الحين هي الاستيفيا المستخرج من نبته اصلها امريكي جنوبي، وحلاوته تفوق حلاوه السكروز ب 300 مره. وملعقه شاي من السكر العادي وزنها 5 جرام تعطيني 20 سعره حراريه، اما نفس المعلقه من الستيفيا فوزنها 0.5 جرام وفيها سعرتين بس. وانتبه يا سعيد، مو بتاكلي صحنين بطاطا مقليه ومعهم صودا دايت وتقول لي خففت السعرات. وعساكم دوم صحه وسعاده.